مشوارنا الصباحي متواصل، وهذه فقرة موضوع النقاش. مرحبا بالجميع. يمثل الأمن السيبرياني جزءا أساسيا من السياسة الأمنية للدول، حيث أصبح الدفاع السيبرياني أولوية في السياسات الدفاعية لمعظمها، في ظل ما تطرحه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من تحديات باجتياح شبكات المعلومات والاتصالات على نحو يشكل تهديدا للأمن السيبرياني العالمي. والسؤال الذي يطرح في ظل تطور وانتشار قدرات الذكاء الاصطناعي عن طبيعة ونوعية التهديدات على الأمن السيبرياني مستقبلا، ولماذا لم تحدث ثورة في الدفاع السيبرياني بقدر حجم اختراقاتها؟ هذه الأسئلة أقول وأخرى يجيبنا عنها الأستاذ فريد بن يحيى، خبير في النظم المعلوماتية، ينضم إلينا اللحظة عبر الهاتف. بداية مرحبا بك أستاذي على شاشة الجزائر الدولية الإخبارية. صباح الخير. أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذن إحاطة بواقع خطر الذكاء الاصطناعي بالأمن السيبرياني، يقول: هل لتضاعف عمليات القرصنة السيبريانية بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ربما طالت الكثير من الشركات والمؤسسات، كشاهد على ذلك كبريات المؤسسات الحكومية والوزارات في الدول ذات الحصانة الإلكترونية المتطورة، هل له ربما علاقة بتطور الذكاء الاصطناعي دكتور فريد بن يحيى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع لما نتكلم مع الأمن السيبرياني فهو يعتبر من أولويات أي مؤسسة يعني اقتصادية، سواء كانت عمومية أو خاصة، المؤسسات الدولة وكذلك ربما حتى المؤسسات المتطورة جدا في النظم التقنية وغيرها. الآن الشيء اللي موجود في العالم هو أنه منذ قديم الزمان فيها لصوص يسرقوا يعني الأموال، فيها كذلك معلومات استخباراتية يأخذوها يعني من الجيوش الأخرى أو من الأنظمة الأخرى. رأينا أنه الاختراقات هذه حتى في الحرب العالمية الثانية لما كانت يعني بريطانيا والألمانيا في الحرب، فاستعملوا يعني إنيغما يعني كوسيلة للتصنت ومعرفة استعمال الغواصات الألمانية اليوبوت. الآن بعد تطور الكمبيوتر يعني بشكل رهيب، فالآن نرى أنه فيه أشخاص لهايكر يعني موجودين، وهم القناصين الجدد يعني العهد الجديد هذا. بالطبع أي نظام في العالم عنده نظام قوة أو نظام ضعف، فبالطبع هما يستعملوا ربما تقنيات الهايكر يعني الفيشينج كيفاش يصطادوا، يستعملوا الدارك ويب يعني الويب المظلم، يستعملوا تقنيات أخرى للاستحواذ ربما في بعض الأشخاص يريدون الأموال يعني من البنوك والمؤسسات، وفي أشخاص أخرى يبحثوا على المعلومات يعني المعلومات السرية اللي موجودة، سواء كانت معلومات سرية اقتصادية يعني يعرف المناقصات بالنسبة للشركات يعني الأموال لموضوع يعني هذا من جهة، ويعرفوا كذلك الأسماء نتاع الناس يعني ربما إذا حبوا يخترقوا ربما أشخاص معينين. هذا الذي وددت أن أسأل فيه، هل هذه الاختراقات اليوم بواسطة الذكاء الاصطناعي تطال فقط الأنظمة المؤسسات، أم لها خطر بالنسبة للأمن الإلكتروني للأفراد أستاذي الفاضل؟ هي الاثنين بالطبع، في حتى بالنسبة للأفراد يعني مثلا أنت كشخص ربما إنسان يخترق الهاتف النقال تاعك ويخترق الكمبيوتر تاعك، يعني يعرف حتى ربما المكالمات الهاتفية أو ربما الرسائل الإلكترونية تبعتها في العمل تاعك أو حتى ربما مع أصدقائك أو حتى مع العائلة تاعك، يعني ما تكونش يعني فيه سرية بالنسبة، وبالطبع ما فيش خصائص الإنسان. إذن لهنا لابد على كل دولة أنها تطور من الأمن السيبرياني، يعني كل مرة تستعمل الأمن السيبرياني لابد يكون في تطور، لأنه في الآن برمجية الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي لو يتطور جدا الآن فربما تصبح يعني يقول بعض العلماء المختصين في الآلة أنه ربما تصبح الآلة تحكم في الإنسان يعني، وهذا يعتبر خطر كبير بالنسبة للإنسانية. لكن صحيح. أنا أعتقد ربما أنه مهما تطورت هذا الذكاء الاصطناعي فبالطبع في اختراقات، لأنه الإنسان مستحيل أنه يوصل إلى مرتبة الكمال، لكن يصبح عنده قدرة كبيرة على ربما إزعاج أطراف أخرى ربما لنقل المعلومات وغيرها. إذن فالآن النقل السيبرياني في
فيه اثنين، فيه الهارد والسوفت. يعني لما نتكلموا على تقنية صناعات الكمبيوتر ممكن أن نضع لك الآن شريحة نانو إلكترونية في أي كمبيوتر أو في أي داتا بيز يعني من الموجود، ويختار كل المعلومات بتاعك. يعني هذا بما يسمى بحصان تروي، يعني فالدو تروي يعني موجود، أو يستعملوا تقنيات أخرى. كذلك ربما أنه يستعمل برمجيات اللي يدخل في البرامج نتاعك، لأنه ما ننساوش أنه الآن نقل المعلومات يعني بالبيت، فهو ينتقل يعني بالألياف البصرية وبالطبع بالكهرباء، فممكن أنه يستعمل تقنيات أنه يدخل يعني بالتقنية أخرى حتى يأخذ كل المعلومات نتاعك. يعني في كذلك اختراقات أخرى يعني بالواب، فيها اختراقات كثيرة يعني موجودة الآن. لكن الآن على كل دولة أنها تعمل. سنتحدث عن النقطة الأخيرة فيما يتعلق بحماية الفضاء الرقمي، لكن قبل ذلك أستاذ فريد بن يحيى، في تقرير لمجلة فورين أفيرز أشارت إلى أن سرعة انتشار أدوات الهجوم الجديدة المستفيدة من الذكاء الاصطناعي خاصة شجعت حتى ذوي الخبرة المحدودة، حتى لا نقول عدمية الخبرة، لدخول عالم القرصنة. فهل أصبحت القرصنة السبريانية متاحة للجميع، أم هي ما زالت محصورة في أولئك الذين يتقنون كل ما هو إعلام آلي والهاكرز بصفة خاصة؟ يعني هي بالنسبة لي ربما أنه إذا حبيت تخترق يعني أنظمة شركات كبرى، فهذا يتطلب يعني يكون قرصان يعني مدربي جيدا يعني. أما بالنسبة للآخرين يعني ربما بشركة صغيرة ربما ما عندهاش أمن سبرياني جيد، فبطبع الإنسان لما يتحكم في الكمبيوتر يكون يعرف استعمال البرمجيات، وما ننساوش أنه فيه برمجيات جديدة تساعد على تطوير البرمجيات يعني موجودة هذه في كل التقنيات الموجودة الآن. فالآن الشيء اللي راه موجود هو أنه التقنيات هذه المتقدمة أو نسميها المتطورة تستعمل في العالم ككل، وخاصة بالنسبة للدول القوية يعني اللي عندها اقتصاد قوي وعندها شبكة معلومات مترابطة مع بعضها البعض. يعني أعطيك مثلا معلومة، في السنوات السابقة كانت فيها طائرة بدون طيار أمريكية بريداتور لندن النوع نتاعها، أنها انتقلت من منطقة الحدود الأفغانية نحو إيران. لما يعني قدرت الإيرانيين المهندس تاعهم في عمر 25 سنة قدر أنه يشفر ينحي التشفير ويشفر هذه الطائرة. يعني لو تغلط في ربما في كلمة الطائرة تنفجر. لكن لما نزلت هذه الطائرة كانت عندها علاقات أو شبكة عنكبوتية مع عدة قواعد، كانت فيها أكثر من مليون معلومة يعني الطائرة هذيك، يعني حتى بالنسبة للقواعد العسكرية أو أخرى موجودة خارج المنطقة. يعني باش نعرفوا يعني الخطأ الموجود، لأنه الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو فرنسا أو ألمانيا أو دول أوروبية يعني اللي عندها اقتصاد من جي 7 وحتى الدول في النشأة يعني في 20 دول 20 القوية في الاقتصاد، عندها كلها شبكة معلوماتية متطورة جدا يعني ماشية في كل الأمور. يعني لما نتكلم كذلك على الرقمنة وغيرها، يعني الاختراق ممكن يكون من أي جهة من الجهات. يعني لو تكون فيه منطقة غير محروسة جدا مثل مثلا سكنة عسكرية أو شركة أو أو سدود أو منشآت البنى التحتية أيضا هي الأخرى معرضة لمثل هذه الاختراقات، وأعطيت مثال بالسدود مثلا أو شبكات الكهرباء وغيرها. بالطبع فيه كذلك الأمر الأخطر منه، هذه من مثل المعلومات الأخطر منه، هو ممكن أنه يبعث لك فيروسات اللي ربما يعطل لك محطة نووية مثلا موجودة أو محطات كهربائية. إذن أنت تتحدث في هذه النقطة بالذات عن إمكانية إحداث مثل هؤلاء ممن يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القرصنة السبريانية، وهم ذوي معرفة محدودة بعالم الإعلام الآلي، بإحداث فوضى ربما في مثل هذه المؤسسات ذات الأدوات المعقدة. هذا ما فهمت من توضيحاتك الأخيرة. لا هي هادو ممكن يعملوا لكن شيء قليل، لكن كاين أجهزة متطورة يعني
تلقى ربما معاهد سرية أو ربما لدول تستعمل، ممكن أنها تبعث فيروسات في مؤسسات موجودة. يعني مثلا لهنا يقدروا يخترقوا لك مثلا البنوك نتاعك، يعني يقدر يعطل لك شبكات توزيع الأموال، نعم يقدر يعطل لك مثلا شبكة توزيع الكهرباء يعني في محطات وغيرها، ممكن أنه يعطل لك حتى ربما. لكن الاختراقات الموجودة الآن كبيرة اللي لابد الحفاظ عليها كثير، والاختراقات ربما حتى بالنسبة للشبكة الملاحة الجوية، يعني بالنسبة نعم للطائرات وغيرها، يعني ده نعم حسب خطر على الإنسان. إذا ففيه كثير من الأمور هذه اللي راهي موجودة. إذا علينا احنا لابد الآن نتكلم على التهديدات، لابد تكون في عرض حال ما هي نوع التهديدات، ولما نعرف كل التهديدات اللي موجودة يعني نعمل كما نقول حنايا ماب اوف ريسكس، يعني خريطة التهديدات، منها نطور كيفاش ندافع عن نفسي. مثلا عندك أنت مصنع نعم موجود في منطقة معينة، فبالطبع لابد أنك تحرسه، تحط الكاميرات في منطقة معينة، تحط حراس أمن، توضع كل حاجة باش تحمي الموقع. نفس الشيء بالنسبة، لكن إذا كان فيه تم اختراق تعرف بلي عندك نقطة ضعف، يعني ما عملتهاش لابد أنك تحصنها أكثر، وهي راح تعطيك نقاط أخرى. نفس الشيء بالنسبة للمبدأ هذا في البرمجيات، يعني لابد أنك تحصن كل الكمبيوترات بتاعك، كل قاعدة واضح. المعلومات، نعم وحتى لما تدخل نسميه لي فاير وول، يعني الجدران المحمية، يعني لما تكون نعم. معلومات جاية فيه. كذلك كثير من الشركات اللي مانعين استعمال الويب يعني في وقت العمل، يعني نعم حتى ما تكون في اختراقات، يعني تكون شبكات داخلية للعمل بعيدا عن هذه الاختراقات. نعم. إذن فلابد طيب. الآن نكونوا حذرين جدا من الأمر طيب. هذا. سؤال أخير، إلى أي مدى هناك إمكانية حماية أو إمكانيات حماية الفضاء الرقمي من الذكاء الاصطناعي وما قد يتسبب فيه من فرص القرصنة السبريانية؟ هي أولا لابد أن نعرف ما هو الذكاء الاصطناعي، يعني لابد أن نعرف المستوى العالمي بتاعه، بعدها نعمل استشراف، يعني إذا أي يعني طور يقدر يتطور هذا الذكاء الاصطناعي. بعدها نشوف التكنولوجيا الموجودة تاعنا سواء كانت من السوفت أو من الهارد، يعني استعمال التقنيات هذه. هنا نقدر نعملوا يعني برنامج بما يسمى مدير برنامج شيما ديريكتور او خريطه مديريه للامن السيبرياني ككل بالنسبه، لكن تكون فيه لابد تكون فيه اجهزه في الدوله. احنا عندنا وزاره الرقمنه موجوده نعم. في الجزائر، لابد انها تكون هي اللي عندها المعلومات هذه. بالطبع في مؤسسات اخرى للامضاء الالكتروني وغيرها، ربما تكون قاعدة المعلومات موجودة في أجهزة أمنية للدولة الجزائرية تبع وزارة الدفاع بالطبع، كما أجهزة أخرى في الخارج موجودة في أجهزة معينة، يكون الناس اللي موجودون فيها كذلك معروفين وكذلك عندهم مستوى عالي من الدقة في الحماية، لأنه لما تخترق الإطار هذا فأنك اخترت كل الدولة الجزائرية أو أي دولة في العالم. إذن فلهنا لابد أن تكون عندنا خارطة الطريق معروفة وبطبع التقنيات موجودة للحماية السيبريانية. نقطة أخرى كذلك مهمة جدا، وهي للأسف الشديد أنه لما نتكلم على الداتا بيز ومع قاعدة المعلومات نعم. كثير من المؤسسات اللي موجودة سواء في العالم أو حتى في الجزائر عندها قاعدة معلومات ربما موجودة مش في الجزائر، موجودة في فرنسا أو في إسبانيا في غيرها من الدول، وهذا يعتبر خطر. إذن فلابد كل الداتا بيز نتاعك تكون موجوده في الجزائر. كذلك لما نعمل مناقصات دوليه وتيجي شركات اخرى اجنبيه للمناقصه في الميدان الالكتروني وفي الميدان نتاع البرمجيات لربما تطوير رقمنه في مؤسسات معينه، فلابد نكون حذرين جدا. هذه الشركات اللي موجوده في الخارج كلها تعمل لمصالح استخباراتيه اجنبيه. اذا فهذا الامور كلها لابد ان ناخذها بعين الاعتبار، واحسن شيء هو انك تطور العنصر البشري الجزائري، يتطور في الجزائر في المعاهد الوطنيه نعم. في الجامعه الجزائريه، يتطور في الخارج كذلك، وهو اللي يتطور بنفسه حتى يحمي. احنا الان واضح. شفنا بعض الدول انهم ياخذوا الاطفال يعني اللي عندهم متمكنين، لانه الان لابد يكون عندك مستوى من الرياضيات عالي جدا، صحيح نيفو دو ماتيماتيك تريزيلفي. فيها مدارس وضعناها في الجزائر الان مختصه بعد شهاده البكالوريا يقراوا في المعاهد هذه، لكن شفنا الدول في الشرق الاوسط وفي اسيا واضح. وفي بعض الدول نعم. انهم يروحوا النواب غادي في الميدان الرياضيات ويوجهوهم
الى التطورات، حتى اذا لقيت ربما بعض الهايكر او بعض القناصين ممكن انك تستعملهم، تجيبهم وتطورهم وتستعملهم ربما ك يعني أداة دفاعية. نعم كأداة دفاعية. نعم. بالطبع، لكن لابد تكون عندك كل المعلومات وتتبع كذلك كل ما يجري في العالم. يعني الآن فيها يعني جرائد، فيها يعني مجلات وغيرها. نعم. لابد تكون عندنا كل المعلومات ماذا يجري في العالم بالنسبة للمؤسسات هذه، لكن يبقى العنصر البشري هو الأهم والأهم جدا. واضح جدا دكتور فريد بن يحيى، خبير في النظم المعلوماتية، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات في هذا الموضوع، على أمل طبعا لقياك في مواضيع لاحقة قادمة بحول الله. شكرا. شكرا جزيلا. نعود بكم إلى البلاطو لاستكمال فقراتنا الكثيرة المتنوعة المواضيع والتي لا زالت تأتيكم حتى 10 صباحا. نتمنى أن تبقوا معنا دائما في المتابعة.